الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، سعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. إخواني أخواتي، احنا كنتواجدوا في مدينة سلا، حي شمعو، قرب سوق كارفور. غادي نصوروا لكم واحد الفيلا، المساحة ديالها 400 متر، تيتري، تروا نيفو، يعني ثلاث مستويات، وفيها بير المحلو وداير انستالاسيون للدار. إخواني أخواتي، غادي تتبعوا معنا هذه الفيلا حتى الآخر، غادي نشوفوا اللي فيها واللي عليها، وشنو هو الإيجابي وشنو هو السلبي، والثمن كما كنقول دائما قابل للتفاوض مع صاحب العقار. بعد الانسان ما كيدير الزياره ديالو لعين المكان، حنا ما كنخبي حتى شي حاجه، كما اي حاجه كنحطوها امر واقع، لان هادشي ماشي لعب، هادشي ماشي لعب، ماشي ضحك على الناس ولا. حنا كنديبلاصاو كنوصلوا واحد الفكره للناس، كواحد الفكره تقريبا واحد 70%، ولكن كتبقى 30% خاص الانسان يجي يدور، يعني يزور عين المكان، لان ما يمكنش نعطيو المعلومات كامله بدقه، لان هذه اموال الناس في 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 امانه في في في, 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 في عاتقنا، وبيوت اسرار وبيوت حرمه، يعني كخصنا نحترموا الخصوصيات ديال الناس، وغنحترموا اموال الناس وعقارات الناس. واللي بغى يدير الزياره ديالو لعين المكان، طبعا اللي مهتم بالموضوع يقرا الثمن في الوصف ديال الفيديو جيدا، والثمن تيكون قابل للتفاوض مع صاحب العقار. اهلا وسهلا بكم، نشوفوا الفيلا وربي يجيب الخير. الله اخواني الكرام، هذه هي الفيلا، كتر فصاد، يعني اربعه ديال اتجاهات، كاين الباب ديال السياره هو هذا اخوان الكرام، كما كتلاحظوا حي راقي. وغادي نشوفوا دابا حاليا الفيلا من الداخل، كما كتلاحظوا اعزائي الكرام، اربعمئه متر، بسم الله على بركه الله. مع الدخله اخوة الكرام كاين هاد الشلال هنايا، فيلا روعه، بنيه جديده، ستيل جديد. وهنا غادي نشوفوا الداخل اعزائي الكرام، ما شاء الله، يعني فيلا روعة في الجمال. هنا كاين من الداخل، عايش مع وسلا قريبه البحر بواحد 80 متر على البحر ديال حيش معو. تروا نيفو، اربع مستويات، ثلاث مستوي، اربع اتجاهات، يعني كاتر فصاد، مسبح، هذا هو لابيسين اخوان الكرام، مجهز بالكامل، ديروا له هذا الحجر هنا. غادي نشوفوا دابا الكوزينه، لاكاب، شنو اللي فيه، بسم الله على بركه الله، ما شاء الله اخواني الكرام،
اللي مهتم بالموضوع، فيلا جديدة مفرشة كتباع، اللي فيها يعني ستيل جديد، طريقة جميلة جدا. هنا لا كابل تحت اخواني الكرام، كاين هاد كاين كوزينا ايكيبي كما كتلاحظوا، كاين الماء، الماء ديال البير تبارك الله حلو بارد من باطن الارض. هنا كاين حمام، وهنا كاين نشوفوا شنو هو اللي كاين هنايا. هاوي هذا حمام بلدي، الضو سدينا من الفوق، اسمحوا لينا طفينا الضو من الفوق. هذا حمام هنا، وكاين كليسات هنايا جوج، هذه في لاكاب كوزينه، كاين هاد كليسه هنا وكاين كليسه هنايا كما كتلاحظوا اخوان الكرام، وكاين بيت كما كتشوفوا حاليا هنا. اذا ما شاء الله الامور غزاله، ما عند الانسان فين ناقش، كلشي رخم كلشي عود واروج. نشوف لكم برومين ايطاج كما كتلاحظوا اخواني الكرام، سي تري بيان. ها هذا كتخدم بالبير هنايا، هاد الشلاله هنايا اعزائي الكرام كما كتلاحظوا. هنا غادي نشوف لكم دابا حاليا غادي نشوفوا دوزيام ايطاج، هنا الطبق الثالث يعني لا كاب برومينيطاج، كاين بيت هو هذا اخواني الكرام، كاين بيت هنايا لاكور ديالو كيشوف الشارع كما كتشوفوا اخواني الكرام، حي راقي حي ممتاز. وكاين بيت النعاس هنا وهذا، هذا بيت النعاس هنايا تشوف حتى هو، وكاين حمام وكاين بيت واحد اخر هنا. اذا هنا اخواني الكرام غادي نشوف لكم دابا السطح وغادي نودعكم. مهم وصلنا الفكره، الصباغه اخر ما كاين، الرخام اخر ما كاين، ما شاء الله الله يبارك ويزيد في دارك. هذا هو السطح اعزائي الكرام، باش نعطيكم واحد وجهه مهزوزه تبارك الله، واحد البارونامي ديالها كحمق، حي راقي كما كتلاحظوا، برج محمد السادس انا كنبان على منه هاد البلاصه هذه كما كتشوفوا اخواني الكرام، واحد المنظر هائل ممتازة. قريبة جميع المرافق، كاينة مدرسات بريفي هنايا خصوصيات، باركين، وكاين البحر كما كتلاحظوا هو هذا اللي معايا دابا، واحد 80 متر من الفيلا للبحر الشاطئ. ايوا الله يجعل البركه، نتمنى والله سبحانه وتعالى ربي يوفق الامور للجميع ويسهل على كل واحد، واللي بقى يدير الخير يدير الخير، وربي ييسر الامور كل واحد. هنا اخواني الكرام غنقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم الى عقر اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.